اهو يا جدعان، هو ده المشنكاح زي ما انتوا شايفين، حتت حمرا زي كده ايه، تمام، وعروق ايه، عصب. المشنكاح ده ايه وعبارة عن ايه؟ هنعرف مع بعض بصلاة حضرة النبي. هو ليه ب 150 جنيه؟ صليته على النبي صلى الله عليه وسلم، خير الكلام رمي السلام بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة كلامي معاكم عن المشنكاح، ننزل مع بعض. بص يا غالي، المشنكاح ده عبارة عن عصب بيبقى في الموزة الأمامية والموزة الخلفية، تمام؟ يعني ده أساسا بيتباع مع إيه؟ بيتباع مع اللحم، حلو؟ بيتباع بسعر اللحمة، الكيلو ب 200 جنيه وب 180 جنيه وب 160 جنيه، بفضل الله الذوق بيجمعهم وبيبيعوا ب 150 جنيه، تمام؟ ب 150 جنيه بيبقى في حتت حمرا زي كده إيه؟ دي حمرا يا جدعان إيه؟ حمار، ومن الناحية التانية إيه؟ عصب عرق. وبص بتلاقيها جامدة أوي الحتة دي، حلو الكلام؟ كلهم حتت موحدة زي ما انت شايف، حتة حمرة وحتة ايه، عصب زي عصب الكوارع بالظبط. دول كده بالصلاة حضرة النبي اللي انتوا شايفينهم دول طالعين من 50 عجل، 3 كيلو طالعين من كم عجل؟ من 50 عجل، تمام؟ حتت زي ما انتوا شايفينها كده ايه، واخدين بالكو؟ عصب ده خالص، ده عصب يعتبر بتاكل كوارع مخلية ولا فيها جلد ولا فيها شعر ولا فيها ضفر ولا فيها عظم. دول 3 كيلو يا جماعة، واحدة جاية تاخدهم قايل لها ان انا مجمدهم في الفريزر وبحوشهم. دي كده حتة واحدة ايه، حتة واحدة يعني. بص ام يا جمل، على طول بسم الله ما شاء الله، بتكون جميلة قوي. هو ده بقى يا جماعة المشنكاح. هو اسمه المشنكاح يا زوق؟ لا، ما اسموش المشنكاح، انا اخترعت عليه الاسم ده، يعتبر كوارع مخلية. طب صل على النبي يا زوق، عليه أفضل الصلاة والسلام. الكرع لو اتخلى يعمل قد إيه؟ الكرع لو اتخلى ممكن يعمل حوالي مثلا كيلو إلا ربع، يعمل كيلو إلا ربع من البتاع ده لو اتخلى، وممكن ما يكملش الكيلو إلا ربع، ممكن يبقى كام؟ يبقى نص كيلو بس. طب الكرع بكام؟ ب 120 جنيه وب 150 جنيه. يعني أنت ممكن تاخد كرع ب 120 جنيه او ب 150 جنيه ما يكملش معاك نص كيلو بعد ما يتخلي، وكمان بيكون فيه جلد، والجلد ملوش اي لازمه في الكوارع، اهم حاجه العصب ده، العصب اللي انتوا شايفينه ده. هو ده يا جدعان المشنكاح وحلاوه المشنكاح، حاجه كده اللي يصلي على النبي يكسب، جميله جدا اهي. انا المفروض بقى بفصصهم كده عشان واحده جايه تاخدهم، دي كده حته لوحدها، تمام. يا رب نكون فاهمين مع بعض ان الكيلو المشنكاح الواحد بمقام جوز كوارع مخليين. قشطه، حتت حمرا، تمام، حتت حمرا على حتت ايه، على حتت عصب يعتبر من الكوارع. بيكون مثلا اهي، خلينا ان دي الكارع اهي، الكارع بيتقطع من هنا، تمام، ده الكارع اترمى كده خلاص، بيبقى في حته بقى في الموزه بتاعت اللحمه بتاعت العجل بتطلع بسعر اللحمه، هي دي اللي احنا بنطلعها. يعني دي كده بتاعت موزة واحدة، ودي بتاعت موزة واحدة، ودي موزة، تمام، ودي موزة. يبقى عندك دول كده طالعين من عجل واحد، الأربعة دول طالعين منين؟ من عجل واحد. كل دي أعصاب يا جدعان، كل دي أعصاب. بص الحتة عاملة ازاي، عصب ده، ده عصب، حاجة بسم الله ما شاء الله ولا كلمة. دي يا جدعان دكاترة بتكتب عليها، لو حد لا قدر الله رجله اتكسرت الدكتور بيقول له كل كوارع عشان عظمك يلحم بسرعة. دي بقى أشد من الكوارع، تمام. وبكده أقول لكم بحبكم في الله كلكم أخواتي وحبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.